السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نكمل اليوم وياكم بقية حياكة البني رابل. احنا باليوتيوب السابق حكنا او بالاحرى وصلنا الى السرة 26، راح يكون عندنا 12 غرزة مثل ما تشوفوا بهذا الشكل. هسه السرة 27 ايش راح نسوي بهذا السرة؟ راح نحوك اثنين فوق كل غرزة، هنا اثنين هنا اثنين الى نهاية المكان اللي بدينا منه، وحيكون عندنا 24 غرزة، لان هنا كان 12 راح نزيد كل واحدة اثنين اثنين، يكون عندنا 24 مثل ما تشوفون هذا الشكل. بسم الله، هاي واحد، نزيد كل غرزة اثنين، واحد، الغرزة الثانية واحد اثنين، الغرزة الثالثة هم كذلك الى ان نوصل الى نهاية الحياكة. ورا ما كملنا السرة 27 زيدنا غرزتين اثنين اثنين، راح يكون عندنا 24 غرزة. هسه وصلنا السرة 28، ايش راح نسوي بهذا السرة؟ نحوق غرزة وبالثانية نزيد، نحوق غرزة ونزيد إلى نهاية السطر. أول شي نحوق غرزة واحد، غرزة الثانية نزيد، نحوق غرزة والثانية نزيد إلى نهاية السطر اللي بدينا من عنده. كملنا السرة 28، راح يكون عندنا 36 غرزة مثل ما تشوفون بهذا الشكل. هسه وصلنا السرة 29، ايش راح نسوي بهذا السرة؟ راح نحوك خمس غرز ونزيد بالسادسة، واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة، نحوك غرزة غرزة وبالغرزة السادسة نزيد، وبحيث يكون عندنا عدد الغرز 32 غرزة، واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة، وبالغرزة السادسة راح نزيد، نكمل هاي الحياكة إلى نهاية السطر اللي بدينا من عنده. كملنا السرة 29، راح يكون عندنا الشكل مثل ما تشوفوا. هسه راح نبدي السرة 30، راح نحوك خمس ست غرز، واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة، وبالغرزة السابعة راح نزيد، وبهالحالة راح يكون عندنا عدد الغرز 48. أكد إنه كل ما تكملون السرة تحسبون الغرز حتى تتأكدون إن الحياكة صحيحة. هاي واحد، سجلنا نحوك ستة وبالسابعة نزيد، واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة، وبالغرزة السابعة نزيد، ونكرر نفس الشيء، هم نحوك خمسة ستة غرزة غرزة وبالغرزة السابعة نزيد إلى نهاية الحياكة. هسا كمل هذا السرة، السرة 30، هسا نجي السرة 31، بهذا السرة راح نحوك سبع غرز والغرزة الثامنة نزيد، واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة، هاي غرزة غرزة فوق كل عين، والغرزة الثامنة نزيد، وحيكون عندنا بهذا السرة عدد الغرز 54 غرزة، واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة، وبالغرزة الثامنة راح نزيد غرزتين ونكمل الحياكة إلى نهاية المكان اللي بدينا من عنده. كمل الشكل مثل ما تشوفون، زيدنا سبع غرز زيدنا بالثامنة، صار عندنا 54 غرزة. هسه راح نسوي السرة السرة القادم، راح نحوك ثمان غرز، واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية، نحوكها غرزة غرزة، والغرزة التاسعة راح نزيد، وحيصير عندنا عدد الغرز 60 غرزة، واحد، نحط العلامة، واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية
ثمان غرز حكني على غرزة غرزة، والغرزة التاسعة نزيد بها غرزتين، ونكرر نفس الشيء إلى أن نوصل إلى النهاية، حيث يكون عندنا عدد الغرز 60 غرزة. كملنا وياكم، راح يكون عندنا بهذا مثل ما تشوفوا هذا الشكل. هسه احنا كملنا السرع 32، صار عندنا 60 غرزة. هسه ايش راح نحوك؟ نحوك 5 سراوات، وفوق كل غرزة غرزة بدون أي زيادة. يعني هسه احنا عندنا هاي هنا غرزة غرزة غرزة، نكملها كلها إلى أن نوصل إلى المكان اللي احنا انتهينا من عندنا من عنده، وراح نحوك 5 سراوات. راح أكون وياكم وراح نكمل الخمس سراوات مثل ما قلنا، غرزة غرزة فوق كل عين بدون أي زيادة. أعزائي بعد ما كملنا وياكم حكنا 5 سراوات، راح يكون عندنا الأرنب بهذا الشكل مثل ما تشوفوا. راح يكون عندنا الرأس بهذا الشكل مثل ما تشوفوا. هسه ايش راح نسوي؟ راح نحشي الجسم، نحشي حتى نبدي ننقص عدد الغرز حتى تبين لحياكة، تكون واضحة، يكون الشكل واضح مثل ما تشوفوا. حشي هذا الشكل، نحاول نسحبه للداخل حتى يتحشى الجسم كله. نحاول نحشي بس الجسم، لأنه ورا ما نبدي ننقص نحشي الرأس مثل ما تشوفون. هسه هنا كمل عندنا نساوي حتى خاف اكو مسافة او فراغ ما بيحشو، يساوى كله. وهم بعدين قبل ما نكمل الرأس همين نساوي نفس الشيء حتى ينترس كله حشو. هسه صار عندنا الشكل مثل ما تشوفوا، يعني تقريبا اللي نقول تقريبا اللي كمل. هسه احنا وين وصلنا؟ وصلنا سرة 38. ايش راح نسوي هسه؟ احنا عندنا 60 غرزة، راح نحوك 8 غرز، وبالغرزة التاسعة ننقص 1 2 3 4 5 6 7 8، وبالغرزة التاسعة ننقص. قلنا ننقص شلون؟ بأول غرزة ونسحبها بس ما نجرها، لا نروح على الغرزة اللي وراها وهم نسحب الخيط، حيكون عندنا 3 ونجرهن جرة واحدة. يعني هسه حكنا 8 غرز والغرزة التاسعة ننقص. هسه هم نسوي مرة الأخ مثل ما سوينا، 1 2 3 4 5 6 7 8، وبالغرزة التاسعة ننقص. ننقص بهاي الطريقة مثل ما تشوفون، ونكمل مثل ما سوينا إلى نهاية الحياكة اللي بتدينا من عندها. كملنا بهذا الشكل، راح هسه نوصل للسرة 39. راح نحوك 7 غرز والثامنة ننقص، 1 2 3 4 5 6 7، بالغرزة الثامنة ننقص. هسه
سهمين الى نكملها نفس الشيء الى نهاية. واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، وهاي النقص الثامنة. نكمل أعزائي إلى المكان اللي بدينا منه. صار عندنا بهذا الشكل مثل ما تشوفون. هسه راح نحوب ستة والنقص بالسبعة، راح يكون عندنا 42 غرزة. نحوك واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، نحوك ستة وبالسبعة ننقص. نكملها إلى نهاية السطر. واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، بالغرزة السابعة ننقص. كملنا السرة الأربعين، وهسه وصلنا السرة 41. هذا السرة ما راح نزيد، بس مجرد ان نحوك غرزة فوق كل عين من هاي العيون الى ان نوصل للنهاية. وراح يبقى عدد الغرز عندنا 42 غرزة. نحوك غرزة فوق كل غرزة بدون اي زيادة او تنقيص. كملنا السرة 41، حكنا غرزة فوق كل واحدة من هاي الغرز بدون اي زيادة وبدون اي تنقيص. هسه وصلنا السرة 42، راح نحوك خمس غرز وننقص بالسادسة مثل ما تشوفون. واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة، وبالغرزة السادسة راح ننقص بهاي الطريقة. كرر مرة اللخ إلى أن نكمل الحياكة. واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة، وبالسادسة ننقص. وهنا راح يكون عندنا عدد الغرز 36 غرزة. مثل ما تشوفون بدأ شوية شوية يتناقص، ننقص الأعداد حتى يبين الرأس مثل ما تشوفوا بهذا الشكل. هسه وصلنا السرة 43، راح نحوك أربع غرز وبالخامسة ننقص. واحد، اثنين، هاي واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، أربع غرز وبالغرزة الخامسة ننقص. واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، بالغرزة الخامسة راح ننقص ونكمل إلى نهاية الغرزة اللي بدينا من عندها. صار عندنا بهذا الشكل عدد الغرز، حيكون 30 غرزة. هسة السرة 44 راح نحوق غرزة فوق كل غرزة من هاي الغرز حتى وراها راح نحشي الرأس. أنا ما حشيت الرأس، إحنا نقدر نحشي بس تكون الحياكة عليكم صعبة، لأنه هو الأرنب حجمه كبير ويصير ثقيل. مثل ما تشوفون غرزة فوق كل غرزة من هاي الغرز إلى أن نوصل للنهاية. أعزائي مثل ما تشوفون صار عندنا بهذا الشكل الرأس. هسه راح نحشي للرأس. حاول انه نوزع بهالطريقة. حشي مثل ما تشوفون. شوية شكله بين. حاول نفتحه للحشو حتى ياخذ مساحة واسعة بالرأس.
هنا ننزله ونساويه كله مثل ما تشوفون. الشكل هذا هسه عندنا صار شكله مثل ما تشوفون، بس بقى هذا الشكل. هم نساوي بس نحاول انه ما نترسه كله حشو، لانه بعد عندنا ورانا اكو اشياء لازم نسويها. صار عندنا بهذا الشكل اللي تشوفوه. ان شاء الله على اليوتيوب القادم واللي يكون ان شاء الله الاخير راح نحاول نحط الاذان بهذا الشكل مثل ما تشوفون. هنا اذان هاي الجهة، والجانب الثاني همين هاي الاذان اللخة، ونحط العيون مثل ما تشوفون هذه، او بالاحرى هذا عندي انا الارنب اللي مسويته هذا، هو نفس السايز نفس الحجم بس اللون يختلف. هنا سوينا الاذان مثل ما تشوفوا هسه هذا الشكل، الاذان والراس بعد ما حشينا راح يكون عندنا بهذا الشكل، والعيون سويناها نحطها. وان شاء الله باليوتيوب القادم راح اعلمكم شلون تسوون الانف مالته والحواجب، وان شاء الله يكون الفيديو القادم اخر فيديو ونكمل بيه الارنب. راح يكون عندنا بهذا الشكل مثل ما تشوفوا هذا الارنب، وهذا الارنب اللي احنا سويناه. وانتظروني باليوتيوب القادم.